الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة الصادق في اللغة الإنجليزية على اليوتيوب. درسنا النهاردة هو عبارة عن ضمائر الوصل أو الجمل الموصولة. ضمائر الوصل زيها زي اللغة العربية، عندنا بعض ضمائر الوصل في اللغة العربية زي الذي والتي والذين واللائي واللاتي، وبنفس الأسلوب أو بنفس الطريقة عندنا ضمائر وصل في اللغة الإنجليزية. أما بالنسبة لضمائر الوصل في اللغة الإنجليزية فهي عني، أول ضمير وصل هو بيساوي ذات وبتحل محل الفاعل أو المفعول العاقل، أما هوم أو ذات بتحل محل المفعول العاقل. إذن هو يمكن أن تحل محل الفاعل أو المفعول، فلو عندنا في الاختيارات هو أو هوم يبقى عندنا هنختار إيه؟ هو بس. أما which بتساوي ذات وهي تحل محل الفاعل أو المفعول الغير عاقل، أما whose فتحل محل صفات الملكية زي my أو his أو her أو their أو your أو its أو apostrophe s الملكية. أما where فهي تحل محل المكان وتساوي in which أو on which أو at which، وممكن حروف الجر دي تيجي في آخر الجملة. إذن where بتساوي which ومعها حرف جر in أو on أو at. أما when فيتحل محل الزمان وهي تساوي أيضا in أو on أو at which. إذن when where يحل محلهم و which مع حروف الجر. what تستخدم لربط جملتين ولا تحل محل اسم. why بتساوي for which وتستخدم لبيان السبب. أما that فهي تستخدم منفردة مع بعض الكلمات مثل all, any, one, some, every, only, many, much, few, no، كما تستخدم مع صفات التفضيل العليا they, the fastest, the slowest, the fattest وهكذا. نيجي بقى أعزائي الطلبة والطالبات إلى الأمثلة وتوضيح الشرح. عندي قلنا هو أو ذات بتحل محل الفاعل العاقل، إذن هو أو ذات يأتي قبلها اسم عاقل وبعدها فعل إذا كانت تحل محل الفاعل. لو جينا للمثال، the man is friendly he lives next door. عندي في الجملة الثانية الضمير هي يعود على اسم في الجملة الأولى وهو the man، فيمكن حذف هي ووضع هو بدلا منها لأنها تحل محل اسم عاقل. إذن الجملة هتبقى زمان هو lives next door is friendly، نجيب هو وجملتها ونحطها بعد الاسم الذي يعود عليه مباشرة. نخلي بالنا من النقطة دي، لازم هو تيجي بعد الاسم اللي بتعود عليه، هو بتعود على زمان لازم تيجي وراها مباشرة. زمان هو lives next door is friendly، ممكن نحط مكان هو that. طيب المثال اللي بعد كده، we know a lot of people they live in London، احنا نعرف ناس كتير عايشين في لندن. they ديت ضمير عايد على ضمير في الجملة الأولى وهو we، فهنحذف عايد على ضمير they يعود على people، هنحذف الضمير they ونحط مكانه هو. طب هو جاي ورا مين؟ ورا people الاسم اللي بيعود عليه مباشرة، إذا مش هيحصل هنا تبديل في الجملة، تبقى الجملة عندي we know a lot of people who أو that live in London. الحالة الثانية ممكن نستخدم اسم عاقل وبعديه هو أو هوم أو ذات وبعد كده فاعل، إذن هنا هو تحل محل المفعول. The man was on holiday I wanted to see him. عندي him ضمير مفعول عايد على اسم في الجملة الأولى وهو the man، فيمكن حذف him ووضع ضمير وصل يعود عليه وهو هو أو هوم أو ذات. The man who أو whom أو that I wanted to see was on holiday. ونخلي بالنا هنا ممكن نحذف ضمير الوصل خالص إذا كان يحل محل مفعول، يعني الجملة دي ممكن نقول زمان I wanted to see was on holiday. ننتقل أعزائي الطلبة والطالبات إلى ضمير الوصل which أو that. ضمير الوصل which أو that يأتي قبله اسم غير عاقل ويأتي بعده فعل أو فاعل، لأن which تحل محل الفاعل أو المفعول غير العاقل. نيجي للمثال، the watch is expensive it tells the accurate time.
It tells the accurate time. عندي هنا الضمير it يعود على the watch الساعة، فنحذف الضمير it ونضع مكانه الضمير which. طيب الضمير which يعود على كلمة watch، إذا يجب وضع الضمير وجملته بعد الاسم الذي يعود عليه، فإذا الجملة تصبح the watch which tells the accurate time is expensive. يبقى أنا هنا شلت it وحطيت مكانه which، وخدت الجملة كلها على بعضها وحطيتها ورا the watch، يبقى the watch which tells the accurate time is expensive. هنا الضمير which يحل محل فاعل، وإذا كان يحل محل فاعل فلا يمكن حذفه. والجملة اللي بعديها the watch is expensive I have just bought it. عندي هنا الضمير it يعود على كلمة watch، هحذف الضمير it واحط الضمير which مكانه، يبقى the watch which I have just bought is expensive. وفي الحالة دي يكون الضمير which حل محل مفعول يمكن حذفه، إذا الجملة دي ممكن تكون the watch I have just bought is expensive وتكون الجملة صحيحة. إذا يمكن حذف ضمير الوصل إذا كان يحل محل مفعول سواء عاقل أو غير عاقل، يعني which إذا حلت محل المفعول غير العاقل يمكن حذفها، وهو أو هم إذا حلت محل المفعول العاقل يمكن حذفها. ثم ننتقل إلى ضمير وصل آخر. أما أعزائي الطلبة والطالبات بالنسبة لضمير الربط أو ضمير الوصل هوز، فهو يحل محل صفات الملكية زي هير أو هيز أو إتس أو ذير، ويأتي قبل هوز اسم عاقل أو غير عاقل، وبعديه جملة كاملة تتكون من فاعل وفعل. فلو جينا المثال we met the woman her husband is a doctor، عندي هير صفة ملكية هحذفها وأحط مكانها هوز، تبقى الجملة we met the woman whose husband is a doctor. بص المثال اللي بعده علي is happy he has a new car. المثال ده ممكن احوله بطريقتين او اربط الجملتين دول بطريقتين مختلفتين، ممكن اربط بهو او بهوز. فاقول علي هو has a new car is a happy is happy. علي هو has a new car is happy، يعني علي الذي يمتلك سيارة جديدة بيكون سعيد، او علي whose car is new is happy، او علي اللي عربيته جديدة بيكون سعيد. وكذلك المثال اللي بعده my car is outside the house it's blue. يبقى ممكن اربط هنا which or my car which is blue، سيارتي التي تكون زرقاء is outside the house، او ممكن اقول my car whose color is blue، عربيتي اللي لونها ازرق is outside the house. اما اعزائي الطلبة والطالبات بالنسبة لضمير الوصل where، فهو يحل محل المكان، يبقى يأتي قبل وير مكان، أو ممكن مكان وير أحط which زائد حرف جر وبعد كده أحط جملة كاملة. The hotel wasn't clean we stayed in it for a week. هنا عندي ضمير it يحل يعود على the hotel، هحذف الضمير it وأحط مكانه الضمير where، إذا الجملة تبقى the hotel where we stayed for a week wasn't clean، الفندق حيث أقمنا لمدة أسبوع لم يكن نظيفا. وممكن هنا أحط مكان where in which، يبقى the hotel in which we stayed for a week wasn't clean. أو ممكن أحط حرف الجر in في بعد المكان the hotel which we stayed in، the hotel which we stayed in for a week wasn't clean. إذن in which بتساوي where، وكذلك which مع حرف الجر في وسط الجملة أو في نهايتها يساوي where. نبص المثال اللي بعده the flat is small I bought it last year. The flat is small I bought it last year. الضمير it يعود على الاسم flat، هنحذف الضمير it ونحط مكانه الضمير where or which. نخلي بالنا من ملحوظة مهمة جدا، هنا هنقول the flat which I bought last year is small، الشقة التي اشتريتها السنة الماضية صغيرة. ما ينفعش هنا احط الضمير وير مكان which، ليه؟ لان عندنا هنا الفعل بوت لا يؤدي الغرض من المكان، اذا كان الفعل لا يؤدي الغرض من المكان ناخد معاه ضمير الوصل which.
طيب عندي هنا أربع أمثلة وكلها بتعود على أماكن، عايزين نحط هنا مكان النقط يا إما الضمير وير يا إما ويتش. نبص لأول مثال، This is a flat. ها أقول وير أي ليف ولا ويتش أي ليف؟ هنا هنقول طبعا وير أي ليف. ليه؟ لأن عندنا هنا فلات ده مكان والفعل اللي معاه يؤدي الغرض منه، إذا ناخد ضمير الوصل وير. أما بالنسبة للمثال الثاني This is a flat، فلات دي شقة مكان إن، عندي حرف الجر إن ما ينفعش أقول إن وير، أقول إن ويتش، إذا جاء حرف جر مع المكان على طول أختار ويتش. المثال اللي بعده This is a flat I live in، برضو حرف الجر إن موجود عندي هنا فهختار ويتش ما اختارش وير. آخر مثال This is a flat I bought، دي الشقة اللي اشتريتها، أقول وير I bought واللي which I bought طبعا هنختار which، لأن احنا قلنا الفعل bought لا يؤدي الغرض من المكان، إذا بختار ضمير الوصل which. أما أعزائي الطلبة والطالبات بالنسبة لضمير الوصل when فهو يحل محل الزمن، يعني يجي بعده يجي قبله زمن، وممكن نستخدم which مكان when إذا جاء مع حرف جر. Summer is the season when we go to the beach، الصيف هو الفصل اللي بنذهب فيه الى الشاطئ، يبقى ده سيزون ده زمن حطيت بعده وين، ممكن اشيل وين واحط ان ويتش، وممكن اقول summer is the season which we go to the beach in، نضع حرف الجر ان في نهايه الجمله. اذا لو جه حرف جر ان او ات او اون مع الزمن ما ينفعش نختار وين مطلقا بل نختار which. نأتي ضمير الوصل what، ضمير الوصل what يأتي بعد جملة كاملة فعل أو فعل ولا يحل محل اسم، بل هو يستخدم لربط جملتين. I didn't understand what he had said، أنا لم أفهم ما قاله. I can't give you what you need، لا أستطيع أن أعطيك ما تحتاجه. إذا what تربط جملتين. أما بالنسبة لضمير الوصل why يأتي أيضا بعد فعل وفعل ويستخدم لبيان السبب، وهو بيساوي for which. That is the reason why he left the job، أو for which he left the job. المثال اللي بعده I don't know why he is absent، أنا مش عارف ليه هو غايب، السبب اللي غايب عشانه، أو ممكن أحط مكان why for which. ضمير الوصل that يستخدم منفردا مع بعض الكلمات مثل all، any، every، few، little، many، much، no، none، some، أو مع صفات التفضيل زي the fastest، the best. Is this all that you need؟ هل هذا كل ما تحتاجه؟ يبقى عندي كلمة all يجي بعدها that، ما ينفعش أقول which، غلط. There isn't anything that we can eat، ما فيش أي حاجة نقدر ناكلها. Anything that، ما ينفعش أقول anything which. This is the best book that I have ever read، ده أفضل كتاب قريته من قبل. هنا that تيجي مع صفات التفضيل مثل the best. وبكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون انتهينا من شرح ضمائر الوصل، وبإذن الله ننتقل في الفيديو القادم مع تكملة لهذه القاعدة المهمة، وهنشرح بعد كده بإذن الله حذف ضمائر الوصل وحروف الجر التي تأتي مع ضمائر الوصل، وكذلك بعض الملاحظات الهامة على ضمائر الوصل. انتظرونا في الفيديو القادم بإذن الله. كان معكم مستر محمد الصادق على قناة الصادق في اللغة الإنجليزية على اليوتيوب، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.